هذا الأستاذ فلاديمير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ما شاء الله، قبل أقل من أسبوع تعشينا معا ولم يكن مسلما، في يوم الجمعة الماضي تعشينا معا ولم يكن مسلما، والحمد لله رب العالمين. في يوم السبت زارني في البيت وكان قد أسلم ولله الحمد والمنة، واعتمر يوم الأحد فاللهم بارك. طيب يا شيخ فلاديمير، كيف أسلمت؟ كاكي برينا وأسلام. Ну я маленько изучал, потом видел, как у нас принимают ислам много русских, и пришел к этому потихоньку. И сейчас вот когда приехал в Медину и принял ислам здесь. Алхамдулиллах раббил аламин. Мечети пророка принял ислам. Алхамдулиллах раббил аламин. يقول طيب يا شيخ فلاديمير، ما هو شعورك عندما أديت العمرة؟ يعني كاكي شو فصلة بوصلي عمرة؟ после عمري как бы стало на душе легче. Много мусульман, вообще миллионы мусульман посещают эту عمرة. Как бы ближе к Богу, Аллаху стало. Что там еще? الحمد لله الحمد لله. يا شيخ فلاديمير، سفرك الليلة أسأل الله أن يحفظك في حلك وترحالك، والسؤال، هل تمنيت بعد أن أسلمت أن تبقى في السعودية أكثر؟ يعني بروسيا بوصلي إسلامة ختيل أستاتسا فاس سعودية بولشي؟ لا بولش ختيل أستاتسا ختيل لتم ويخي تلكنو ديلا في روسيا ربطة نماغو أتاك ختيل أستاتسا بولش. ما شاء الله. طيب يا شيخ فلاديمير، لإسلامك أسباب كثيرة، نريد أن نعرف آخر سبب منها دعاك إلى الإسلام، يعني كاكايا بوسليدنية بريشينيا فبريناتي إسلاما. Когда уезжал из России, мне брат один сказал, что я приеду в Медину и приму ислам, тебе понравится. И последней каплей была в этой причине, то, что я ислам приму, это я ходил к брату к одному, и он мне так сказал, что ты ничего не теряешь. Здесь ислам, а здесь ничего. Так что вот взвешивай вид, ничего не теряешь. طيب أخي فلاديمير، هل تعتقد أنك سوف تستمر على هذا الدين إلى أن تموت؟ يعني وبيش ديون بيت في إسلامي دا كون ساجزني؟ لا، если я принял ислам, то значит я буду до конца в исламе. الحمد لله، إن شاء الله يا ربي يا كريم، اللهم آمين يا رب. حقا وصدقا أخي فلاديمير، أنا أحبك كثيرا وأتمنى ألا أفارقك لولا ظروف الرحلة يعني والوقت الذي عندكم. يا تيبا لابلو إنيا خاشو راستو بانيا. Я тоже тебя люблю и не хочу расставаться, и вообще уважаю вас всех. الله أكبر. شكرا لك.